في 11 من يناير سنة 44 900 حدث نوعيا في الملحمة الوطنية لأجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية بكل مظاهر الابتزاز والإكبار. تخلد مؤسسة جوستاف بيفيل وأسس الحركة الوطنية والمقاومة والشعب المغربي الذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تعتبر حدثا تاريخيا بارزا راسخا في ذاكرة المغاربة وتجسيدا قويا لمدى تعلق الشعب المغربي الراسخ بسيادته الوطنية. في مثل هذا اليوم من سنة 1944 قدمت وثيقة المطالبة بالاستقلال من طرف مجموعة من أعضاء الحركة الوطنية أمثال علال الفاسي بن لافرج وملك الفاسي للسلطات الفرنسية، بينما أعطى الرئيس الأمريكي روزفلت وعدا للملك محمد الخامس للحصول على استقلاله، وذلك خلال لقاء ألفا من سنة 1943. وقد تضمنت الوثيقة جملة من المطالب السياسية ومن المهام النضالية المتعلقة بالسياسة العامة بشأن استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي محمد الخامس طيب الله ثراه. إن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال تمثل نقطة تحول في مسلسل النضال الوطني الذي قاده الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي، ويعكس أيضا التلاحم التاريخي بين السلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية والشعب للدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية. إن تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لحدث عظيم يوحي للأجيال الجديدة والمتعاقبة بواجب التأمل والتدبر واستخلاص الدروس والعبر والعظة في تقوية الروح الوطنية وشمائل المواطنة الإيجابية لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.